صباح الخير مشاهدينا، بحييكم، رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لهذا اليوم. يسرني أن أستضيف كمال فغالي مدير مركز الإحصاء والتوثيق. صباح الخير أستاذ كمال. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي انتخابات، لسيما بعد قرار أو لا قرار المجلس الدستوري، وبالتالي رد الطعن تأثيراته اليوم هذا الموضوع، لسيما أنه أفسح في المجال لمشاركة المغتربين بالاقتراع ل 128 نائب حسب دوائرهم طبعا. قديش تأثير هذا الموضوع فضلا عن يعني التحالفات، قديش رح تأثر بالانتخابات، وهل الإحصاءات اليوم تعطي صورة واضحة عما ستكون عليه الانتخابات المقبلة؟ رح بلش معك اليوم هيك بمدخل، قديش الإحصاءات اليوم بلبنان بتعكس حقيقة يعني أو بتعطي تصور عن الانتخابات المقبلة عادة، يعني بالانتخابات السابقة والانتخابات هيدي؟ بالأيام العادية، بالانتخابات العادية فيش أزمة مثل اللي مارق فيها للبنان. الاستطلاعات اللي بتنعمل قبل فترة من الانتخابات بيكون هدفها تحدد القوة، الحجم الذاتي لكل قوة، يعني هالتيار الداشة الحزب هالشخصية يلي بيساعد انك تعمل حساباتك لعدة سيناريوهات، فلان مع فلان شو بيعمل هيك بهالفترة. نفس الشيء بفرق مهم شوي، انه انا مش مبلش من زماني، بلشت اول استطلاع بشهر اذار وكفيت لحديت تموز، رجعت وقفت شوي. مع تطور الأزمة المعيشية والهبوط قيمة العملة والغلا ورفع الدعم عم بيصير في تغيرات، يعني يمكن اليوم يكون في أحزاب عندها حجم، إذا ظلت الأزمة عم تتطور وتزداد شي بيخف شي بيطلع، يعني تحديدا أنه عم نحكي عن قوة الثورة أو قوة التغيير كانت عم تاخد حجم 35، هلأ عم بيشتغل على الأرض عم بيبين حجمها أكثر، يعني الناس اللي يعني لمصلحة عن اللي عم يخسرون الأحزاب التقليدية عم بيروحوا لمصلحة أحزاب، إذا خلينا نسميهم القوى التغييرية أو أحزاب الثورة نظريا، يعني الناس عم بيقولوا أنه بدنا نشوف مين في مرشحين جديد تناخد قرار، يعني مش مقررين غضبانين، يعني هذا اللي بيسموه التصويت الانتقامي، يعني بغض النظر مين البديل بس بدي انتقم من اللي موجود. بالضبط، يعني اليوم بدك تعتبر جص نبض لغضب الجماهير. اوكي، في غضب وعم يزداد الغضب. هلا اذا اجت بكره الدوله عملت شويه اجراءات ريحت الوضع شهرين ثلاثه يمكن توقف او يرجع تتغير، من هيك التغيرات محتمله، فيني اقول لي اليوم بيطلع هو اللي راح يصير. طيب البعض بيقول انه اليوم المراهنه على هيدي، اذا قسمناهم اليوم العوامل اللي بتاثر بالانتخابات، عندك بدايه قانون الانتخاب، عندك الاعلام، عندك المال، وعندك شكل التحالفات، وعندك اليوم اللي عم تحكي عنه اخر نقطه الراي العام او المزاج. اليوم شو اللي بخلي يعني الرهان انه المزاج العام يكون يكسر هذه الاربع عوامل؟ يعني قديش بده يكون النسبه؟ يعني انت عم تقول لي 35، يعني اذا هيدي النسبه اللي بدها توصل يعني لل 60 70 لتقدر تكسر هذه العوامل الاربعه، صحيح؟ هلا هو ما بدكش تكسر، يعني تكسر اذا تغلب، يعني اذا عامل مؤثر، اذا بدك تغير قصدي، يعني لانه عامل مؤثر وعارفين فيه كلهم لانه جربوه مرة الماضية عندهم فكرة فيه. التحالفات بحي الله قانون أساسية كل مرة بتحسبها شكل، يعني أيام الأكثر التحالف قوي بيحسم المعركة كلها، لا اليوم التحالف أكثر دقة، يعني معقول تعمل تحالف يربحك ومعقول تعمل تحالف يخسرك. يعني أعطيك مثل سريع، إذا أنت عندك 0.8 أنت حزب وأنا حزب عندي 0.8 حزبين صغار، انت بتاخذ صفر مقاعد وانا باخذ صفر، اذا قعدنا سوا صرنا 1.6 ربحنا مقعدين، يعني التحالف طلعنا من الصفر على 2. تناخذ مثلا جبنا حاصل ومكسر، يعني ايه صرت حاصل وكسر كبير، صحيح. اذا انت حزب وسطي حجمك 3.2 3 حواصل فاصل 2 بتربح 3 مقاعد. اذا جيت قسمت ونحن انا وياك بذات الحزب جينا قلنا بدنا نعمل نستفيد اكثر من الحساب الانتخابي، جينا قسمنا حالنا لايحتا، انت عملت لايحة وانا لايحة بس بالاتفاق بين بعضنا قسمنا اصواتنا 1.6 1.6 انت بتربح 2 وانا بروح 2، عدم التحالف طلعنا من 3-4 هونيك التحالف، يعني ربحنا هون التحالف كان مخسرنا. من هيك عم اقول صار حساب التحالف مختلف بس اكيد له اهمية قصوى.
هلا عم تيجي تحكي اليوم مش انه بدها تكسر، اذا كانت قوة التغيير مثل ما عم انا هذا اللي عم انه لمصلحه قوة التغيير موحده بيعملوا شغلتين غير انه تحالفهم بقويهم، لانه هن اكتريتهم مجموعات صغيره، في بعض محلات فيهم يشتغلوا على يحتين ويربحوا، بس بشكل عام الوحده لها كثير اهميه، لانه عندها وقع انطباع عند الناس، عندها وقع بيخلق موجه، يعني الناس بتتحمس وبيعطوا ثقه، وكل انتخابات بالعالم في موجات، يعني اذا بتتذكر اللي اسمه تسونامي تبعون كانت الرأي 30-70 فرد شغل على قصة وقت التحالف الرباعي انه عم يتحالفوا ضدي، خلق هذه الموجة، يعني عمل طلع موجة صحيح انه بيجي موجات بكذا محلات بفرنسا، انتخابات السابقة كان في موجة قوية، يعني بيخلق موجة التحالف وبيعطي نتائج كبيرة، بيكسر كل العناصر. مفاعيل 17-20 انتهت بالانتخابات لانه فاصل بيناتها بعيد، ولا لا بعد فينا نحكي عن موجة اليوم؟ لا لا بيعملوا موجة إذا كانوا عملوا لوائح موحدة، ما كل يوم عم تزيد قوتهم، لأنه هي مش الثورة اللي خلقتهم، الأزمة، والأزمة عم تزيد، يعني اللي بيخليك أنت تروح على الثورة وتغضب على يعني بتقول الأزمة الاقتصادية إذا استمر هي طبيعية، مش عم ياخذوا ولا إجراء الشباب تبع السلطة، يعني هي لمصلحة المجموعات الثورية أو المعارضة، يعني هي مش لمصلحة حدا، هي ضد الشعب ورح يبطل عنا بلد، بس قصدي يعني بالانتخابات إذا بدنا نحكي انتخابات نحن، إذا هيك الأزمة مستمرة وهيك اعتبر إنه لوائح موحدة بين الثورة بتاخذ 50% من مجلس النواب. بس في عامل مهم وحضرتك يعني خبير بهذا المضمار وهذا المجال، مسألة الرشوة الانتخابية أو المال الانتخابي. البعض بيقول إنه لا، هذه الانتخابات رح تكون أسوأ انتخابات بتاريخ الجمهورية، لأنه رح تقدر تشتري أصوات الناس، يعني بدل اللي كنت تشتري $100 الصوت رح تاخذ عيلة مثل ما هي $100 يعني الصوت أصواتهم، يعني هيدي خبرية، يعني بحبوا يقولوا على الإعلام مش مزبوطة. مش عم تجي تحكي هلا حكينا عن التسونامي تبعون، شو عون إجا اشترى الأصوات، كانوا اللي ضده عم يشتروا وقتها، هلا فيهم يأثروا مثل 2009، بس هي ما بتعدل قصدك بالنتيجة. 2009 قديش إجا مصاري للانتخابات؟ ما قدروا يشتروا 8 و14 أدار، ما قدروا يشتروا هيدا أصوات فلان، اللي قدر عمله جاب جماعته من برا، يعني انصرف أكثر شيء مصاري، جابوا 90,000 ناخب وقتها المختلف، يعني بتجيب جماعتك بتعزز وضع جماعتك، بس انك انا اجي اشتري لك اصواتك انت حزب ضدي، حجم محدود جدا، ما بتاثر، حجم محدود جدا، ما المصاري منش زيت تاثير. يعني واحد بيقول لك انا رح تكلفني اقل لانه عنده جماعته، يعني يصرف على متمول كل شهر، انتخابات بلا انتخابات عم يبعث مساعدات، داعم العيال، عندهم فتيحه انتخابية بين هلالين بسمون هيك، بيخلوا هودي بيضل يعمل لهم صيانة، بتكلفوا أقل، بس إنه يجي يشتري محل تاني في صعوبة. طيب عظيم، حالة ما زال فتت على موضوع الأصوات من برا، خلينا نفوت على المغتربين. عنا اليوم 225,000 مغترب تسجل، هول لمصلحة مين؟ يعني هول حكما اليوم، منشان هيك كان الخوف إنه هن حكما ضد الأحزاب التقليدية والأحزاب اللي بالسلطة، اليوم برأيك رح يقترعوا أو مش شرط اليوم بناء على يعني على تسجلوا بالقارات؟ يعني بعتقد أنا بعرفش هودي مع مين بدون صوته، وأنت صعب تعرف، بس هودي صندوقها مسكرة، يعني الوحيد اللي يخافوا منه، الوحيد اللي بيعرف مين هن القوى المحلية، يعني إذا أخذ مثلا القوات لوايح بدوائرهم ببشري بالبترون اليوم بيعرفوا مين رح يكون معهم، اذا هن عاملين مسعى لتسجيلهم، اي مثل بال 2009 وقت اجوا من برا تيصوتوا هون، انت جايب ناس بتعجين صوتوا معك، فاذا انت هودي متصل فيهم وساعي فيك تعرف اكثر، بس اكيد انه لهم تاثير، لهم تاثير كثير قوي باربع دوائر اللي هن بتبين الارقام فيهم، يعني اكثر شيء الشمال الثالثه وبيروت الثانية وبيروت الأولى وجبل لبنان الرابعة، يعني الشمال الثالثة هي بترون كورة صغرتها بشري، بشري بيروت الثانية بتعرفوها، وبيروت الأولى يعني شرقية غربية، بيروت وجبل لبنان الرابعة يعني الشوف عليه، بهيدي الدوائر
عدد اللي سجلوا تقريبا 26,000 بكل ديرة، إلا بيروت الأولى 10,000. عم نحكي بكل ديرة من هول سجل 26,000. إيه معين 26,000. أوكي. وببيروت الأولى 10,000. بيروت. تعتبر. هودي شو بيعملوا؟ هودي بيعملوا هو قيمتهم مقعدين. هالقد تأثيرهم كبير. أوكي. إيه. يعني قد اثنين كوت، قد اثنين عتبة، قد اثنين حاصل إذا بدك حاصلين. تأثيرهم قوي. هلا أكيد 100% مش هيصوتوا كلهم مثل بعضهم، مش جايين يعملوا حزب المغتربين وبدنا نصور. مش إنه في عنا صار حزب المغتربين هلا. بس رح يكون لهم تأثير قوي. من اللي بيتابع شوي الحركة، من في احتمال يلي هن أكثر أوروبا أمريكا يكون اتجاههم ثورة أكثر، لأنه بهديك القارات كان في حملة من قوى الثورة للتسجيل. بينما بال 2018 شفنا انه كثير من الزعماء اللبنانيين سافروا شخصيا ودعيوا، ما شفناها هالمره. من هيك امول ما نقدرش نعرف. هلا من ردود الفعل بتشوف انه في ردود فعل مستيئه، لانه بيكونوا اطلعوا على الاسامي وعرفوا انه حصتهم من نشحر ضمن التيار الوطني الحر. يعني هي اكثر شيء تصور التيار الوطني الحر انه منشان هيك راح ليطير المساله التصويت المغتربين وبس حصره بالدائره 16 يجوز، لانه هيدا اول عامل انه بده يجي كم اصوات بركي ضدك مش معك بدها تزعجك المساله. في مساله ثانيه تاثير مباشر على هذه القوه، هو انه بهول اربع دوائر سميتهم بدك تعتبر بده يطلع الحاصل، يعني العتبه طلع، العتبه راح ترتفع، يعني راح ترتفع له ب 1000 صوت، يعني عم تصعب المهمة. يعني 1000 صوت إذا عم تعتبر صوت 70%، هني مرة الماضي صوت 54، أنا عم بحسب على 70 لأنه احتمال كونه كانوا كتار، يمكن في كتير مدن رح تفتح ما فتحتش مرة الماضية. يعني ما عملتش 200. أوكي. بدنا نشوف بس يقرروا فتح المراكز بيبين شوي قديش معقول يصوت، يعني الناس صعبة تنتقل من منطقة لمنطقة إذا كان في سفر طويل و... صحيح. ومضطرين يناموا ليلة. 1000 صوت بالشمال الثالثي وبالبيروت وبجبل لبنان الرابعة، بيروت الثاني، بيروت الأولى بحدود 6,000 بس، إنه هودي كلهم عم تحكي رقم كبير قياسا للدائرة، يعني مش هين. إذا أنت كان وضعك قديش كان الحاصل مثلا اليوم ببيروت الأولى اللي كنا عم نحكي فيها المرة الماضية؟ كان مرة الماضي 5,500 الحاصل يعني. إيه هذا كان العتبة، يعني العتبة لأنه 5,000 هو ذاته الحاصل. أول حاصل بجبل لبنان كان 13,000، وبيروت الثانية 13,000، وبالشمال عندنا 11,600. الشمال عندنا يندير الشمال الثالثة بترون. هالمرة إذا بدك تعتبر الحاصل بده يزيد، إذا الناس صوتت بنفس نسبة مرة الماضي بده يزيد له 5-6%. وبيجيك الزودة الكبيرة اللي جاي من الناخبين غير من الناخبين غير المقيمين، يعني بسموهم المغتربين. هيدي معقول تطلع العتبة لل 12 شي 13,000. فإذا كان مثلا عم تسأل عن العونية، إذا كان العونية متراجعين لأنه هن أبرز المتراجعين عم يبين باستطلاعات الرأي 50%، معناتها هن وحدهم ما بقاش فيهم يجيبوا عتبة. فمن هيك عم بحكي بالشمال الثالث مثلا، يمكن محلات اخرى كمان وحدهم ما بيجيبوا حاصل، ما بيجيبوش حاصل، يعني بيقدروا شيء يتاهلوا. أوف. بدهم يعملوا تحالفات. هلا هن تحالفاته ممكن حزب كبير وحزب الرئيس، بس مع مين راح يتحالفوا؟ عندهم اول شيء اذا تصالحوا مع فرنجيه انحلت. هذا شيء صعب، هذا شيء صعب. هلا في تحالفات من نفس المعسكر القوميه، اذا تحالفوا مع القوميه اوكي توفر الحاصل بفدون القومية، يعني بصير في حاصل، بصير في حاصل بس لمصلحة العونية مش لمصلحة القومية. ما بنعرفش لأنه جبران بالبترون وضعه قوي، وإذا راحوا مع سليم سعيدي وضعه قوي بالكورة، يعني حسب الخصوم. يعني مرة الماضي مرشح القوات بالكورة أخذ 9,000، ما نجحش، كل يلي نجحوا أخذين حدود 5,000 إذا بدك. يعني هيدي حسابات تانية بدنا نشوف. اثنين فيهم يعملوا تحالفات مع مستقلين، مرة الماضية نجحوا بعمل تحالفات قوية استفادوا كتير منها، يعني جابوا كتلة كبيرة مش بأصوات العونية، يعني كان معهم الجماعة الإسلامية، معهم المستقبل، معهم منصور البون وزياد بارود وسركيس سركيس،
كان معهم أسعد نكد، هودي اللي استفادوا منهم روافد يعني ترفض اللائحة بي. يمكن فات معهم واستفاد مثل نعمة فريم طلع ميشيل معود ربح، ميشيل ظاهر ربح، معقول يكون مرات استفاد حدا من أصواتهم. هالمرة يمكن ينجحوا بعمل هيك تحالفات، بس بحسها أصعب لأن أول عهد غير آخر العهد، يعني يو كتير ناس بينزلوا الركاب بيجوا مراهنين إنه بعمل وزير يطلع لي شيء. هلأ تلي في صعوبة أكتر، بس إنه ما عندنش مأزق. هل يعني نحكي عن هل مبالغ اليوم القول إنه مقعد الوزير جبران باسيل مهدد يعني بعد تصويت المغتربين؟ لأنه سمعت أكيد تحليلات كتير. هن يعني مثل فنجان القهوة، إذا بياخد فنجان القهوة بصير يقول لك تبصير عندك. يعني إيه عم بصر يعني لم تسمع هالكلام تبصير. ولا حدا لا من الخبراء ولا من السياسيين قادر يعرف مين بيربح مين بيخسر إلا ما تركب التحالفات. ما اللي عم بفصل لك صح. يعني خذ ميشيل معوض، ميشيل معوض عنده حجم ثابت وقوي فرضا، أوكي، بس مش عنده حاصل. بدنا ننطر تحالفات. تحالفاته مع مين؟ تحالف مع الكتائب، ويمكن يتحالف مثلا مع حرب ابنه لبطرس حرب، يعني بيكون ماجد. خلص صار عنده، يمكن أكيد صار عنده مقعد، يمكن مقعدين. بدنا نشوف من هيك عمله. إذا فيش تحالفات، إذا راح ميشيل معوض لوحده وبده يعمل بحزبه أكيد بيقدر شي يعمل حاصل. كتار هيك فريد الخازن، فريد هيك الخازن إنه مرشح قوي وقاعدة ثابتة واللي بدك إياه، بس وحده أفيش يقطع العتبة، بده يتحالف. أوكي. بده يتحالف. من هيك صعب يجاوبك. مش بس أنا محنش في جوبك. يعني كل الكلام اللي بيصير فيني جوبك قول إنه مهدد ومش مهدد هو تبصير اليوم بمعزل عن التحالفات. يعني قبل ما توضح صورة التحالفات. غير ما يركبوا التحالفات ما نعرفش. يعني إذا كان مثلا هو خسران حساب نازل من 12,000 على 6,000 وخصومه كمان تحالفاته مخربطة، ما حدش قدر ترافق 6,000 إلا واحد، بيكون احتمال ينجح كبير. طيب يقال أيضا بهذه الدائرة، لو أنت كمان حضرتك أستاذ كمال بلشت فيها، أنه اليوم بهذه الدائرة أصوات المغتربين مهمة، لأنه أيضا في تحالف قوي لقوى التغيير اللي هو تحالف شمالنا. يعني إذا بدك تروح تحكي عن الثورة، هي من الدوائر المخربطة عنا، يعني من الدوائر المخربطة لجهة قوة التغيير. يعني عنا زميلة عيال جموسة فوق يروحوا عفرد ليحة، يروحوا عفرد ليحة قوة كبيرة بهاي المنطقة، مقصومين. يعني هلأ ما بقاش أنت كيف عم تعبر بسؤالك أنه عم تحكي قوة الثورة أو التغيير. لا لأنه في تحالف واضح طلع يعني أعلن عنه، مشان هيك عمل لك عنه، هو تحالف يعني في لائحة وموحدة يبدو اللي هو شمالنا. الحكي اللي موجود وأنا أدرجته بالأسئلة اللي عم بعملها الأثنين، أنه قوة التغيير إذا عم تيجي تحكي كيف بيصير التغيير، بينعمل جبهات، عم ينحكى بجبهة تضم شيء تأسس اسمه تحالف أو جبهة المعارضة، يعني اللي فيها الكتائب ومشيل معوض، وفيها بعض مجموعات كانت منبثقة أو مشاركة بالثورة من تشرين وغيرها. عندك القوة المنبثقة عن الثورة دغري، لهم كتير أسماء متعددة. عندك قوة مثل الكتلة الوطنية، مثل بولا يعقوبيان، تحالف وطني، صلاح حركة، اللي هن بالنص بين هالميلي وتاني ميلي. عندك تاني ميلي أسامة سعد، شوي لميلة اليسار بين هلالين وحزب شيوعي وشرب النحاس. وعندك قوة مستقلة في إمكانية تكون متحالفة، اللي هن مثل فؤاد مخزومي، ميشيل ظاهر. إذا عم تيجي تحكي تحالف بين كل هالقوى، بصير في عندنا كم مناطق مش محسومة. يمكن مع نعمة فريم يكون أسهل ينعمل تحالف بهذه الدائرة. بالشمال عندنا في صعوبة، يعني مثل ما ذكرتوا شمالنا أعلنوا تحالف أنه بدون يخوضوا الانتخابات، بما معناه مش قابلين يتحالفوا مع الكتايب وميشيل معوض إذا بدك. الحرب مستقل كمان مش عم نعرف، عم بيفاوض مع أكثر من طرف وين بده يكون. من هيك فيكش تعتبر شمال انه هو حلف كامل اذا عم تحكي بالمنطق السائد، الا اذا انت بتعتبر انه بس الثوره هي القوى المنبثقه عن الحركات اللي شاركت او الاحزاب او المجموعات او الشخصيات اللي شاركوا بالثوره مباشره. ما عنديش جواب بعد يعني، بس عم تحكي زميلتكم ليال بوموسى ترشح عنا بالبترون صح، ومرت الماضي رغم كل صعوبة الظروف جابت رقم قوي صحيح. رقم قوي قياسا للظروف، وليحتى كانت
ضعيفة نسبيا، يعني هي تخططهم بكتير. هالمرة أكيد راح يكون وضعها هي شخصيا أحسن بكتير، واحتمال وضع اللي حيكون أفضل. بس كوني ما سألتشني، بس اسأل الناس بقدر أجيب لك جواب. الشيء الأكيد منه 100% أنه أنا باستطلاعات الرأي صرت عامل جزء كبير من هذه الدائرة، ما خلصتش بعد. الناس أبيعرفوش أسامي المجموعات. يعني أبيعرفوش مثلا شمال، أنه في كتير مش عم بيسموا شمال، أنه عم بيسموا الشخصيات من شمال وجوه، يعني معروفين، بيعرفوا ناس أكثر ما بيعرفوا الاسم. يعني هيدي إحدى الشغلات بعتقد رح تكون بكل المناطق اللبنانية. والمست أنا بلقاءات واجتماعات مع يعني هذه نقطة ضعف، أنه اليوم ما بيعرفوا، الناس ما بتعرفهم على الأرض لهذه الوجوه. لا ما خصش ضعف قوة، عم يعني بحكي نقطة ضعف للمجموعات، للمجموعات. يعني إذا عملوا تحالف صار في اسم كبير وطني، ايه؟ بيعمل كتير معنويات. يعني كتار بيسموا مثلا ليال بوموسى، بس بيحطوش أنه هني شمالنا، وما مش خبر أنه في شمالنا. وهيدي لاحظت انه كتير ناس شفتهم كانوا من قبل الثوره بحزب، بالثوره نقلوا صاروا بمجموعه معينه، هلا شفتهم مجموعه جديده، شو صار؟ ألفنا مجموعه تركنا هون. يعني هيدا من ضمن المشاكل، الناس ما عادش خبر اسامي المجموعات. من هيك هن بحاجه لصوره كبيره يحفظوها الناس، هي مش موجوده لحد اليوم، مش موجوده. يعني مش موجوده، ولا يعني مثلا هي بولا يعقوبيان مثلا، أوكي. يمكن لانها كانت نايبه قبل، لانها قويه اعلاميه، نجمه تلفزيونيه بكل المناطق. بس نسالهم مين بيمثل الثوره، بيجي اسمها بزحله، بيجي اسمها بالمتن، بيجي اسمها ببيروت الغربيه، كثير محلات. يعني هذه المره يعني كمان في الاحصاءات بتقول انه بولا رح تنجح وبتجيب حظ. بولا عندها، بدك تعتبر من هلا عندها 3 مقاعد، معقول تقدر بتحلف تحصل 4؟ بهاي الديرة واضح الوضع أكثر من غيره، اللي هي بيروت الثانية، بيروت الأولى عفوا، الشرقية يعني. بيروت الأولى، أوكي. شرق بيروت، صح، شرق بيروت. مش إنه بيروت الأولى عم تحكي عن 3، يعني بالتحالف، يعني حسب التحالف مع مين؟ 3 مقاعد. لا شو ما عملت، عندها 3 مقاعد. يعني بالتحالف اللي مبين المينيموم مع زياد عبس وش ما بعرف. إيه زياد عبس بركي شخصيا ما ينزلش، بس أوكي. انه الحزب تبعه والمجموعه تبعه اصواته مع هذه اللائحه اكيد. يعني عم تحكي عن 3 مقاعد، عم بتقول عم بحكي 3 مقاعد، يعني هي بشخصها عندها مقعدين لوحدها. بكره راح تشوف بالانتخابات. وبالتحالف بتروح للثالث. هلا كمان اذا التحالف كان اوسع واشمل وكانت الوضع عم يتقدم، يمكن تطلع بتوصل لـ4 مقاعد. طيب بيروت الثانيه، بيروت الثانية يعني تيار المستقبل، إذا شارك ما شارك، رح جوبك. ايه؟ بيروت الثانية رح حط جواب إجمالي بطال كل مناطق السنة. يعني تميزت، عم تتميز معي مناطق السنة عن مناطق المسيحية والشيعة بأنه في شغلتين عم يختلطوا، مش قادرين نحدد مزبوط، مش عارف إذا غير مكاتب قادرين. حاولت تطور بالأسئلة، بس هو مش منيح نغير الاستمارة بنصها. بدي أشوف، أو بدي أرجع أعمل دراسة دغري تاني، لأنه كتار مش عارفين وبدون الصوت وناطرين. والانتظار مش دايما هو أنك غضبان على المنظومة وأنه أنت ضد المستقبل وضد الكتائب، عفوا ضد الأحزاب السلطة، يعني العونية وحزب الله وغيره. مش ضروري يكون هيك. عند السنة مختلف عن غير مناطق، يعني فيك تقول عند المسيحية وعند الشيعة بيقول لك أنا مش عارف مين بدي صوت، ناطر بدي شوف. يعني ما نش مع الموجودين. عند السنة عندهم ضياع، لأنه عم يسمعوا أنه بيشارك الرئيس حريري، ما بيشارك بينزل بيترشح، هو وحده بده يشارك، حزبه بده يشارك، المئات مش مشارك، تمام سليم مش مشارك. يعني عندهم عدد من الأسماء الكبيرة، وصطفى دي مثلا مش مشارك، كتار مش مشاركين. فحتى يمكن النواب ضايعين، مش عم يعرفوا يتوجهوا لقاعدتهم وين بدنا نكون. اذا انت مثلا نايب وعندك قاعده وقوي ومنتمي لتيار، والتيار مش رح ياخذ الانتخابات بدون ما يكون ضده، يعني تارك شوي الوضع، بدك تفتش على موقع، لانه قليل انت فرد يقدر، مش قليل، مستحيل فرد يفوت بالنسبية ويربح، لان دوائر اكبر كلها من احجام الشخصيات المستقله اصلا. حكمه بده يكون ضمن لائحه،
بدك يا حزب يا تحالف. بعتقد من هيك نسبة عم تتخطى 50-60% ناطرين مش عارفين، يا مش عارف يا مش مقرر بعد، في حالة انتظار. فينيش أنا اشرحها أنه هيدي حالة غضب وثورة ضد التيار والآخرين. هذا اللي بيميز بيروت الغربية. أكيد فؤاد مخزومة موجود بالمعادلة ومعروف حجمه. هلا كمان حجم المخزومة أو ليحته هي على شمال وشمالنا، يعني تحالف المعارضة وشمالنا، هون في قوى مش موافقة أنهم يتحالفوا مع المخزومة من قوى التغيير أو القوى الجديدة، وفي قوى موافقة بدها. لوين بيوصلوا هذا كله بيأثر على حجم شو بيعملوا. هلأ حتى ببيروت الثانية في مشكلة كتار يلي هن مجموعات تغييرية. إذا بتذكر مرة الماضي دش كان في لوايح قبل الانتخابات بتفوت محبط إذا أنت. خليني مشان ما أقاطعك، اسمح لي أستاذ كمال، رح نكفي بهذه النقطة. بس زميلتنا ريف عائل موجودة بقصر عدل بعبدة. صباح الخير ريف. صباح الخير رامز. نحن تحديدا امام قصر عدل بعبدة، حيث يتقدم عدد من المحامين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانه على خلفيه احداث الطيونه الاخيره بشكوى جزائيه امام النيابه العامه التمييزيه بحق امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. سوف ننتقل الان الى المحامين للاستماع الى كلمتهم حول هذا الامر. يعطيكم العافيه. الشتاء خير بعتقد، وهيدي الشكوى لازم تكون خير على الأهالي المتضررين بعين الرمانة. حضرنا إلى النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان، تقدمنا بهذه الشكوى. نعم. الموجود فيها كل المستندات، موجود فيها تقرير خبير مفصل حول حجم الأضرار التي تسبب بها الغزاة انهار اجتياح منطقة عين الرمانة. طبعا هذه الشكوى غير مسيسة على الإطلاق، لأنه هول الأهالي لهم حق أنهم يأخذوا حقوقهم، وهذه الحقوق لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال اللجوء إلى القضاء. هلأ في بعض الأشخاص بحبوا يلجأوا إلى وسائل وطرق خارجة عن القانون. نحن اليوم رسالتنا ورسالة أهالي عين الرمانة أنه نحن ننصاع إلى القضاء. هلأ البعض تفاجأ، البعض سأل انه حسن نصر الله، ايه حسن نصر الله مواطن لبناني مثله مثل اي مواطن لبناني اخر، عندما يخالف القانون يجب ان يعاقب، وعندما يلتزم بالقانون بنقول انه التزم بالقانون. تسجلت الشكوى بانتظار احالتها بحسب الاصول المعمول فيها الى احد الاجهزه لاجراء التحقيقات. من المفترض انه الجهاز اللي عم بيدير هذه التحقيقات ويشرف على هذه التحقيقات تحت اشراف القضاء أنه يستدعي المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق حول هذه الجريمة يلي كاملة الأوصاف. لا شك بأنه ما حصل بعين الرمانة، هلأ عم بحكي بالشق السياسي، أكيد له علاقة بانفجار مرفق بيروت. كلنا صرنا بنعرف هذا الأمر، وبستغرب كيف بيقدروا بعض الزعمات أو القيادات أو رؤساء الأحزاب أنهم يحموا أشخاص مدعوين للمثول أمام المحقق العدلي، في حين ورحلكم إياها بكل وضوح بالنسبة لنا ضفر. كل ضحية من الضحايا الـ 218 برقبة أكبر مسؤول بالدولة اللبنانية، أكان مسؤول بالمباشرة بانفجار مرفق بيروت أو منه مسؤول بالمباشر. الأصول بتقول زعم الأحزاب زعم الطوائف يحطوا المدعوين للمثول أمام المحقق العدلي بسيارتهم وهن يخدون أمام المحقق العدلي. ما بعرف ليش هل الدفاع المستشرس عن بعض الأشخاص يلي أصلا أصبحوا فارين من العدالة. ما ترتب اليوم بالعودة إلى أحداث الطيونة وهذه الشكوى الجزائية، اليوم كمان القاضي عون قبلت شكوى من حزب الله ضد سمير جعجع، حتمشوا بالمسارين، كيف حتصير الأمور؟ هيدا أمر يتعلق بالقضاء اللبناني. نعم. طبعا اللي قبل شكوى مباشرة ضد دكتور سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية والموقوفين واللي أخلي سبيلهم، من باب أولى أنه يقبل هذه الشكوى ضد حسن نصر الله وكل من يزوره التحقيق بأحداث عين الرمانة، خاصة أنه هذه الشكوى مزودة بتقرير واضح بتسجيلات وبصور وبفيديوهات لا يمكن إلا أن يصار التعاطي معها مثل أي شكوى جزائية تقدم أمام المرجع القضائي المختص.
جزيلا. قد ايه برايك اليوم رح توصلوا الى نتيجه من بعد تقدم بشكوتين؟ صار في عنا هيدي الرقم 2 ما هيك؟ نحن تقدمنا سبق وتقدمنا بشكوى امام النيابه العامه التمييزيه، وكلكم تتذكروا تقريبا اكثر من شهر الظروف اللي كان عايش فيها البلد، تم حفظ هذيك الشكوى. نحن اليوم بالواقع النيابه العامه الاستئنافيه بجبل لبنان شجعتنا، لأنه من بعد ما قبلت دعوة ضد دكتور سمير جعجع من قبل متضررين بغزوة عين الرمانة، لذلك حضرنا اليوم أمام قصر العدل النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان وعملنا ذات الشيء، يعني مثلنا مثل كل الناس. ما في يكون قانون على ناس وقانون مع ناس، القانون بيكون لكل الناس وفوق كل الناس، وإلا منصير بصيف وشتس فوق سقف واحد. رامز، يعني كانت هذه هي تفاصيل الشكوى الجزائية التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن أهالي عين الرماني أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وتحديد القاضية غادة عون، بعد أن قبلت الدعوة المقدمة من حزب الله ضد دكتور سمير جعجع. رامز، شكرا لك الزميلة ريف عقيل، كنت معنا مباشرة من قصر عدل بعبدة. فاصل قصير، نتابع بعد هذا الحوار مع كمال فغالي. مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا، ونتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي كمال فغالي، خبير بالإحصاءات ومدير مركز الإحصاء والتوثيق. كنا عم ببيروت الأولى، خلصنا بعتقد عندك كنت فكرة عم بتقولها. كنت عم أقول أنه ما فيش مشكلة هون، ومش قادرين نعرف الجو كتير، لأنه في شوي شوي بين الكتائب والثورة، يعني لأنه مفترض الكتائب هالمرة رايحين باتجاه تحالف قوى التغيير. الأشرفية مش واضحة الأمور، لأنه في نديم الجميل يلي هو كتائب وعنده شعبية على اسمه شخصية لا بأس فيها، وفي حزب الكتائب سامي الجميل كمان عنده شعبية والأشرفية غير شعبية نديم، هن زيت الحزب، يعني زيت حزب بشوية بركي مريت اختلافات بالرأي بالموقف. مش عارف كيف بده يكون، يعني اذا كان نديم جميل ككتائب رايحين مع بولا بيتغير وضع كثير، صار اكيد عندها الاربع مقاعد اللي يحتم اذا كتائب وتحالفوا مع بولا. ايه، متحالفين مع بولا يعقوبيان وبقيه مجموعات الثوره مثل زياد عبس واخرين. اذا كان نديم جميل بده يعمل لائحه يعني والكتائب عاهدة وبولا يعقوبيان عم تعمل مع بقيه المجموعات اللي حاخدها، اثنينتهم فيهم بيربحوا. اذا بيعملوها كانهم متفقين تربحوا اكثر ولا مش هيك، بدنا ننطر. عم اقول لك التحالفات بتغير كثير شغلات، يعني هذا اذا بدك الاشكال تنقول قديش بده يكون حجم قوى التغيير ومن هم قوى التغيير. بيزيد عدد نواب، يعني كمان من الاسئله العامه اذا بدك عدد النواب الكتائب، يعني بالمتن معقول انه بيجيبوا غير نائبين، يعني غير سامي الجميل والياس حنكش، وين عندهم غير المتن؟ يعني اذا بدي يزيد كتلة الكتائب، اذا بتجي بتنظر لهم، اللي عم نحكي هيك انتخابيا تقليديا، اذا انت حزب كبير مثل القوات اللبنانيه او مثل التيار العوني، جيت تحلفت مع الكتائب على مستوى الوطن، يعني فيك تسميه تحالف في بيض الذهب، انه الكتائب وين ما كان بتستفيد منهم انت كحزب كبير، لأنه وين ما كان عندهم شوي 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 موجودة. غير المتن، يعني في احتمال كبير تربح أنت ما قاعد بأصواتهم، هني ما يربح، هني مثل القومية يعني لأنه موجودين بكل مثل القومية. بس مشكلة إذا راحوا على الثورة مع مجموعات الثورة باستثناء المناطق اللي فيها قوة كبيرة مثل بولا يعقوبيان، مثل ميشيل معوض إذا اعتبرنا نعمة فريم، بصيروا هني وضعهم أحسن بكتير. إذا حزب الكتائب مثلا عنده 3000 صوت شي ديرة، 2500 صوت اللي هو قليل قياساً له، بس إذا حطيته بسلة حدا مع حزب كبير مع مجموعات 1000 1000 1000 1000 1000 بيطلع هو على رأس اللياحة وبصير حظه يربح أكثر. من هيك بدك بدنا ننطر، يعني ما اللي هو بيكون مستفيد أكثر بالتحالفات، ما اللي بيكون مستفيد أقل. خلينا بس خلص موضوع بيروت. بيروت الثاني، يعني الصراع الابرز بيكون على المقعد الدرزي والانجيلي اذا بدك، او انه او هودي الاسهل، يعني بيكون ما في صراع على مقعد. هذا منش اذا بدك مش مفروض يكون ب عقل الاحزاب، يعني هودي القوه الصغيره
بتفتش على حلف كبير لانه بتطلع باصوات اللايحه اوكي باصوات اللايحه لا لا حتى بيروت الثاني لا قصدي انا كان سؤالي لك لك سؤالي بشكل هيك اداء انه النفاد بيكون للقوى التغييريه من هول المقعدين رح يكون اسهل لهم مش مزبوط هيدا عم جاوبك على هيدا اوكي اذا كان في مثل مرة الماضي لوائح قويه المستقبل لائحه كبيره والمخزومه لائحه كبيره حزب الله وحركه امل وقوى 8 ادار لائحه كبيره وعنده شخصيات من الطوائف اللي فيها كتير أصوات هن تحديداً السنة يعني مع حزب الله كان في جمعية المشاريع يعني لوحده بياخد كتير أصوات وفي كتير شخصيات بيصير يعملوا الخروقات بدون أصوات يعني لو معه مريت 100 صوت أو 50 صوت أو مش مصوت لحاله بالأقليات اللي هن هو بس إذا كان اليوم الحريري مش مرشح وتمام سليم مش مرشح وعندك 6 مقاعد سنة اختراق بالسنة كتير هين صار اختلف الوضع يعني اختلفت بس بين المرشحين يعني السنة الشيعة صعب اختراق الشيعة بينما بالسنة سهل كمان طيب ما زال قلت عن الشيء اليوم حزب الله وحركة أمل بالجنوب صعب يعني اليوم أي أما إذا صعب اليوم خرق هذه اللوائح أم إذا كانت لوائح أيضا موحدة للمعارضة في إمكانية مش كمان هذا حكي مش مزبوط مش مزبوط يعني بعدهم كتير بنسمعه بالإعلام ايه انه حزب الله وامل بياخذوا عليه كامل دي محدلي مش مزبوط لانه خد 2018 اوكي بعلبك انخرقوا باثنين يمكن هالمره ما ينخرقوش بس مش لانه هن محدلي لانه اذا القوات والمستقبل ما اتفقوش اثنينتهم ما عندهمش حاصل ببعلب شمس ما تحلفش مع هون او مع هون صار كمان صعب اثنين توصل حاصل عمل لائحة تغيير فيها الحسيني وكان شمس مثلا معهم هي بصير عندها حظ تسبقهم احتمال اذا موحدين واذا طلعوا 5-6 لوائح مثل المرة الماضية شتتت الاصوات يمكن ياخذوا 10 مقاعد من هيك بدك تنطر نتفة التحالفات حساسة لانه جنوب الثالثة المرة الماضية اذا بتتذكر كانوا اخذين عمليا ربحانين 9 مقاعد 9.4 يعني جنوب التالتي اللي عم نحكي عنها جنوب التالتي اللي جنوب التالتي نبطية بنت جبال مرجعيون حصبية هيدي ربحوا 11 مقعد بس هن عمليا اصواتهم هي 9 مقاعد صار مثل عنسق الشوف يعني 5-6 لوائح تشتتت الاصوات كان في حزب شيوعي وحده قوى المجتمع المدني وحده نوعين وفي الاسعدية والمستقبل شتتوا الاصوات فهن ربحوا مقاعد باصوات يلي راحوا تحت العتبة بنفس الشيء بجبل لبنان الرابع يعني لائحة وئام ولوائح المجتمع المدني 33 ألف صوت تحت العتبة ما تمثلوا فجنبلاط أخذ 7 حواصل 9 مقاعد مقعدين منها طب هاي المرة شو شوف عليه العونية يعني أخذوا 3 مع المغتربين يلي في عدد يعني لا يستهان به تسجل بعدك مثل المرة الماضية إذا كانوا مش متفقين عملوا 5 لوائح بيستفيد من العونية كل المقاعد إذا توحدوا أكيد بدهم يعملوا اختراقات أكيد 100% يعني إن بدون كان هالجو والثورة الموجود اليوم والتغيير وغضب الجماهير إذا بدك كان في هالإمكانية الاختراق في كلام يعني بهذه اللائحة بهذه الدائرة تحديدا إنه في مقعدين دروز فاليوم بده يضحي بمقعد نائب وليد جنبلاط ليضمن المقعد الدرزي الثاني اللي هو مقعد نعمة طعمة المقعد السني ولا كيف راح تصير بهذه الدائره اذا لنفترض لانه لائحه موحده هونيك المعارضه او في لائحتين فيش يعني هو فيش يضحي وما يضحيش هو يعني يوزع اصواته تفضيليه كيف بده مين سيختار مين بده يختار بنشوف بده يختار تيمور هو يكون عنده الحصه الاسديه حكما نعم وما فيش مش اكيد انهم يركزوا لانه رح يكون معهم مروان حميده يلي عنده عائله وعنده دعم وراء بميلت عليه يمكن مثل مرة الماضي يكونوا تركين معها تيربحوا طلال هاي مربوطه ببيروت هيدي اثنين هيدي كمان بدك تشوف شو وضع لانه في شاب هنيك اسمه مارك دو هو درزي وسجل مرة الماضي شي 1500 صوت هالمرة إذا كان عاملين وحدة كبيرة وأخذ يعني توحدوا هودي القوى وأخذوا بتعرف شو يكون تقدم وضعه يعني
بعد ما خلصتش دراسة هنيكي، بس أكيد وحدتهم بدها تعطيهم على القليل مقعدين إذا توحدوا كبار كبير. نعم. في شيء مهم كمان وأساسي، سؤال قبل ما أسألك عن العمر ولوائح الشطب، هو اليوم الكلام على، لأنه الكلام بالسياسة اليوم بترجم بالانتخابات، أنه التيار الوطني الحر ما بقي له إلا حزب الله يعني كحليف. نعم. قديش اليوم إذا اليوم التصويب اللي عم بيصير فيه أو الحديث عن طلاق بين الطرفين، قديش بيضره اليوم للتيار الوطني الحر على مستوى الخريطة عاما الانتخابات أم لا؟ يعني قديش اليوم تحالفه مع حزب الله بيعطيه مقاعد؟ في ناس بتحدث انه عن 6 مقاعد اليوم بيقدر حزب الله يأمن له اياهم. والله هذا مش صحيح. شيء خبر وهمية يعني. وهمية. مرة الماضي هو التيار ضروا لحزب الله انه سقطوا بجبال لسبب ما كانش عنده مصلحة يتحالف معه، بصير الشيعي حزب الله يربح ويخسروا التيار مقعد مسيحي. فعمليا يلي استفادوا مضبوط من الثنائي الشيعي هي ببيروت الثانية، انه سعيوا تعطون مقعد الانجيلي اللي رح يربح حكمه بلا اصوات مثل ما كنت عم تقول، لانه كان في لوائح قوية هاي اللائحة رح تربح هذا المقعد مين ما كان يكون، حتى لو ما صوتش حاله خدموهم بهذا، قدموا لهم اياه كدومش باصواته. كل بقية المحلات وين؟ يعني ببعبدة يعني التحالف بفيد، بس انه مش انه بيأثر كتير. يعني بدك يعني تعتبر مرة الماضي هو مقعد واحد استفادوا فيه، في مرات يمكن الشيعة يستفيدوا. هل إذا كانوا كتير هني بزحلة نازل وضعهم مثل ما مبين باستطلاع تاريخ وما قدروا يعملوا تحالفات خارج حزب الله، يمكن ما يقدروا يعملوا حاصل. فهونيك تحالفهم مع حزب الله أو الثنائي الشيعي بيصير يربح مرشح الثنائي الشيعي والمرشح تبع العونية بهذه الدائرة، مش ما فيش تأثير كبير. ما فيش يعني تأثير. ما فيش تأثير كبير. هني راح يعوزوا الثنائي الشيعي محل ما عندهمش حاصل. ما فيش كتير دوائر إذا بدك مهددين. مهددين. قديش بتنزل كتلته؟ يعني إذا هيك تصور عام، هل إنه راح يكون راح تتأثر أنت؟ كنت عم بلشت حديثك. جوبك عن جديد. إنه لا 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 التيار الوطني الحر، بس إنه الانطباع وتصور عنه هل قد راح يكون قياسي يعني؟ إيه. بينزلوا كتير تحت النص، عم نحكي هيك لانه هلا عم نحكي سياسي مش اخصائي. إيه ما هي عملك انطباع. السبب شو؟ انه هن العونيه نازل حجمهم نعتبر 50%. اذا بتبلش دايره ورا دايره بتشوف قديش مهمه التحالفات. للمره الماضيه حجم المقاعد بالتحالفات خذ من كسروان وغيره، صح ضدهم مش اصوات معهم، يعني انه ضدهم بالفكر السياسي التيار الاسلامي، تيار المستقبل، سركيس زياد بارود، منصور البون، أسعد نكد، كتار بيفكروش مثلهم. كان في مصالح ظروف انتخابية بلا هودي احتمال هول سميتهم وكتار غيرهم مش رح يكونوا بالتحالف المرة، فهيدا بده يؤثر بحجم كبير. بس أنا فينش أعرف مع مين بدون يتحالفوا. إذا تحالفوا مع الحزب القومي، كنت عم تقول أنت الحزب القومي عنده وين مكان، يمكن من 500 صوت بفيدهم 6000 صوت. يعني عكار ما كانوش مع الحزب القومي، هالمره هيئتهم مع الحزب القومي. بالشمال الثالثي احتمال يكونوا كمان متحالفين مع الحزب القومي. بالمتن كانوا سوا مره الماضيه استفادوا منه وهو ما استفادش. فيهم هيدي تجربه المتن يعمموها على كثير دوائر ويستفيدوا منه بلا ما هو يستفيد. خليني اسالك عن مواطنون ومواطنات في دوله شرق النحاس. نعم. اليوم كمان حراهن بالتحالفات، مش مبين مع مين متحالف، بس اكيد انه مواطنون ومواطنات يعني شرب النحاس مثل بولا يعقوبيان، وين ما سالت عن من هم رموز الثوره بيتسمى بكل المنطقة. بيتسمى شرب النحاس، بيتسمى انه بيعتبروا يعني اسمه اخذ انتشار بكل الجمهوريه اللبنانيه. بيسموه بالبترون، بيسموه بزحله، بيسموه لو بحجم قليل بس بيسموه. يعني ليش اهميه الاعلام؟ انه الاعلام بيظهر الناس، هل فيكون اعلام مباشر تلفزيونات واذاعات وغيره، فيكون كمان مباشر كمان عبر وسائل التواصل صحيح. وهن ناشطين اذا بدك كثير باكثر من انواع اعلام، بينزلوا على الترات، عملوا حمله موجودين الذهب موجودين. يعني ما بعرف اذا هو راح يترشح، يعني بس اذا هو حكى انه بالمتن
بالمتن إذا ترشح، أيضا راهن بالتحالفات. وين ما بدك تترشح تحالفات أساسية؟ الأساسية. طيب هناخذ فاصل أخير ونتابع هذه الحلقة. مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا ونتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث. مرحبا فيك عن جديد أستاذ كمان. الأعمار اليوم هلأ الجدل بين أدار وأيار، بس يبدو انحسمت، يعني رح تكون بأيار الانتخابات. لويح شطب على أي أساس رح تعتمد؟ يعني في ناس رح تبلغ من العمر 21 بين أدار أو أيار، كيف تعد اليوم لويح الشطب؟ في إشكال على هالموضوع، بس رح أخبرك مبدأ. عادة الدول اللي مثل لبنان تعتمد لوائح شطب دائمة، لوائح قايد للانتخابات دائمة، بيحضروها عنا بلبنان بآخر مارس بتطلع، آخر أدار بتطلع، وتصلح لأي انتخابات بين أدار وأدار. هالمرة صار في إشكال بالنص القانوني. هلا أنا مش شغلتي قانون تقعد أشرح لك هي بكلمات كبيرة، رح أشرحه هيك بلغة بسيطة مثل ما أنا بفهمها. بالقانون يلي سموه قانون نافذ ورقمه 8 عم بيعدل القانون الانتخابات 44، في مادتين 28 و35 سجلتهم هون. هودي المادتين بيقولوا انه لازم يجمدوا القوائم بشباط ويفوتوا كل الناس اللي بصير عمره 21 بشباط. في ماده ثانيه بالتعديل 32 رقمه بيقولوا لازم نضيف أسماء الناخبين يلي بيصير عمره 21 يوم الانتخابات، يلي هي شوي وهمية لأنه ما فيش يعرف القانون ولا فيها تعرف الوزارة أمتى نهار الانتخابات. فهذا التناقض بين هالمادتين، بركي كلمة تناقض مش قانونية ما تأخذنيش، يعني بس أنه هذا الإشكال عدم الوضوح خلى وزارة الداخلية تعمل التالي، مشيت على القانون القديم وسجلت الناس لاخر مارس، مثل كانه ما فيش هالمواد خلص كلها. يعني لاخر ادار، لانه لوائح الشطب يلي نزلت هي لاخر ادار. هلا ابارش ليش عم اقول لك ابارش؟ اذا حدا بالقانون راح طعن، قال هودي جيل الشباب بركي يكونوا ضدي، راح طعن اذا بهي الماده اللي بتقول انه لازم تجميد القوائم باول شباط، في طير له 15 17 الف ما عادش حسبتهم. شديدك هذا المجلس الدستوري بيعطيه لا قرار. يعني هيدا اذا بدك اللي عامل لغط بالموضوع، لانه النص كتير واضح كتير واضح، بس في شغلتين ابعش هي بتغلب قانونيا. ابعش بدك تسال حدا من اختصاص القانون، ثلاث مواد بيحكوا بعكس بعضهم، ابعش هي بيغلب. امبارح محامي سالته قال بتغلب كلمه تجميد، بركي يكون معه حق. اذا معه حق يعني هاي اشكاليه بيطيرون، هاي اشكاليه. بس عمليا اللوائح نزلت تتضمن الناس كلهم، مش حتى حدا برا. يعني كل الناخبين الجدد يلي بلغوا السن نازلين على اللوائح اللي هالتني موجوده على موقع الوزاره، في كل واحد فوت يتاكد من اسمه. طيب كمان اسئله جتني، القوات اللبنانيه يعني اليوم هل راح تزيد حكما بما انه التيار خسر، ولا كمان مش معادله انه اللي صوت اللي ما راح يصوت للتيار ما راح يصوت للقوات اللبنانيه؟ حسب عم بيبين معي باستطلاعات الرأي انه حجمهم رح بيبقى حجمهم الذاتي مش مغير كتير، يعني هلا نازلين شوية نقاط بأكترية المناطق، بس هالقد بعيد عن انتخابات عم تعني الشيء، يعني معقول يرجعوا يعوضوها لأنه بعدنا بعيد عن انتخابات. والشق الثاني من الواحد انه كتلتهم بتزيد بتنقص، كمان بقول لك هيدي مثل التبصير حسب التحالفات. يعني إذا أخذنا مثلا دائرة الشمال الثالثة اللي هيبدأ أحكي عنها لأنه بعرفها عن الغيب، منطقتك إذا تحالفوا مع حرب، ما راحش حرب مع ميشيل معوض والتحالف المعارضة، راح مع القوات، راح يزيد لهم كمية أصوات بتخليهم إذا كان هني بعده مثل مرة الماضية يربحوا مقعد إضافي رابع. أعطيك قديش مهمة، يعني إذا أنت عندك 2.9 مثلا بتربح 3 مقاعد، إذا جاء واحد زاد لك شوية أصوات 4-5000 صوت صرت 3.4 احتمال كبير تربح مقعد رابع. من هيك بيزيد أو بينقص أبعرفش، بس حجمهم هني كقوة ذاتية منوش عامل زيادة كبيرة، لأنه وقت عم نحكي أنه مثلا ناخد كسروان لأني حافظ الرقم براسي ما أفتحش فتش، كان حجم العونية بال 2018 بكسروان تحديدا 22% من الأصوات، هلا حجمهم عم يطلع بالاستطلاع 11%،
بس حجم الناس اللي هني مع التغيير ومع الثورة حجمه 35، معناتها كل بقية أحزاب خسراني شوي شوي شوي، هني خسراني كتير، هدو خسراني كلهم شوي شوي. لأنه في 24% جايين من عند غير العونية، يعني من قوة مستقلة، من شوي من القوات، شوي من غير قوة. اليوم تسمع كمان أنه هذه الانتخابات مصيرية، يعني حضرتك تبعت كل الانتخابات ما بعد الطائف اليوم، هل برأيك مبالغة اليوم القول أنه هذه الانتخابات هي مصيرية أكثر من الانتخابات الماضية بعز الانقسام بين 14 و8 بال 2005 وال 2009؟ بدك توجه هذا السؤال لحد اختصاصه ألسنية، لأنه هو كلمات يعني شوي فلو، شو يعني مصيرية؟ شو مصيرية أكثر من صيرفية؟ يعني هلأ بلا انتخابات نحن بوضع مصيري على طريق الزوال إذا ما بتعبرت الزوال. يعني في هودي كلمات عن جد عاجز اني جاوب. بعرف أباش حد تمانيس المصيرية. ما هذا جواب، أنا هذا جواب بدي. نسبة المشاركة اليوم، هل كمان بتأثر نسبة المشاركة بالاقتراع؟ أكيد أكيد 100% بتأثر. يعني أعطيك مثل لمصلحة القوى التقليدية. أوكي. إذا إجت قوى الثورة وكل مجموعة بدها تفتح حسابها، اتفقت مع 2-3 وعملوا 4-5 لويح بكل منطقة، كل الناس اللي عندهم غضب وكانوا جزء من أحزاب تقليدية يمكن يقعدوا ببيتهم، فبتنزل نسبة الاقتراع، بترجع القوى التقليدية بتقوى. بتقوى حكما. إذا كترت اللوائح اللي مش عم توصل للعتبة، فبتطلع القوى الكبيرة اللي عندها العتبة بتزت لهم كل أصواته برا، بتخلوا ما قاعدهم. يعني نسبة الاقتراع أكيد شغلة بالغة الأهمية. وهيدي الشغلة فيش بتبينش معنا باستطلاعات الرأي. هيدي أكيد الجو في حينه له تأثير كبير. هون اللي بيكون المزاج العام اللي بحكى أو المومنت اللحظة. عم أقول لك إذا خلق موجة للثورة كيف وقصروا ينزلوا ويكسروا ويعملوا، كان في موجة. ما حدش كان عم يقدر يوقف بوجهه. بتذكر دستفي إذا خلق موجة انتخابية لهالقوة هيدي، بيكون المشاركة أقوى والنتائج مختلفة. إذا ما انخلقش موجة وصار في شغل من القوى التقليدية على تهييج الطائفة، مش رح يكون له زاد فعالية الماضي. يعني فيهمش ينزلوا اليوم الأحزاب اللي كانوا عطول يسبوا بعضهم بسبب انتمائهم الطائفة، ويخوفوا الناس من بعض، لأنك تنتفي لها الطائفة أبتسوش، وأنت بتنتمي لها الطائفة أبتسوش، بطلت تمشي هيدي. يعني هاي الانتخابات تأثير. ما رح تبيع، ما قالش تأثير. يعني أنا بسمع خطابات الزعامة وبسمع التحريض الطائفي غير مباشرة إذا بدك، تحت عناوين السيادية وحزب الله، ويمكن يكون معهم حق. مش عم ناقش الحق ولا غير حق، بس عملت أول استطلاع رأي بأسئلة مفتوحة على 7000 استمارة، واحد حكي عن سلاح حزب الله زعجه. هلأ حطيت 3-4 أسئلة بسأل حزب الله، حسن نصر الله، السلاح بعد بمناطق الشمال والشرقية يمكن 14% هممهم سلاحي، الناس هممهم المعيشة، هممهم السياسة الاقتصادية، الاقتصاد، كهرباء، ماء، يعني هون الأكل، الشرب. يعني محاولة أنه هاي المرة رح تكون استفتاء على سلاح حزب الله مع ولا ضد، بمعزل مثل ما قلت أنت عن أحقية الموضوع أم لا، مش هيدا المنتج الأساسي السياسي. مناش رح يكون سلعة بيعة. يعني مش رح يكون إلى سوق قوي مثل ما عم بيظنوا البعض. الناس عندها في ألم، يعني أنا مو الحياتية اليومية من النتائج كيف عم تطلع هيك. رحت شخصيا اشتغلت كأني أنا محقق، نزلت على الأرض برغم صرت أسأل الناس، لقيت أنه يعني بيترددوا يتجاوبوا، بس أنه حكيناهم لطف وكذا وشجعناهم، بيعدوا شو سكتوا. بدك تخلص أنت بعش دي بيعدك نص ساعة بقول لك هاي المنقوشة بإيدي، هاي المنقوشة وكبيت الشاي دفع حقهم 10,000 ليرة. طب انا فيني ادفعهم، بس تفكر واحد عنده عائله كيف بده يجيب لهم؟ يعني على اللبناني ما بقى قادرين ياكلوا لهم راسهم بهالشعارات الكبيره. يعني في الم، في الم، الناس متألمه. اذا ما فهموش عفوا، يمكن نحن الدوله الوحيده بالكره الارضيه صار عندنا ازمه وصار عندنا تعثر بدفع الديون، والزعماء تبعنا ما اعترفوش انه في ازمه، ما حطوش خطه. قل لي فرد دوله ولا اجراء، يعني بركي خطه سيئه بالرجاء، بس مش موجود شيء ولا كل الإجراءات ولا. بالعكس أخذوا كتير إجراءات كانت ضد الناس، صحيح، وضد الواقع الاقتصادي. ما بقى قادرين يأكلوا رأس الناس بهذه الشعارات هاي المرة. في مشكلة، في مشكلة كبيرة، وفي معاناة عند الناس.
عم بتبين هيدي، مش انه انا عم بعطي هالاراء تفلسف وثورة، عم بقول لك الناس شو عم بيقولوا، همهم غير محل. يعني الخطاب الطائفي والهو انه بهمهم بس كتير اقل من مشكلة الحياة طبعاً اليومية. سؤال اخير فضل. ومش ما تقلي هلا تبصير، بس انه لانه حضرتك متابع اليوم، قناعتك هاي المرة هيك انطباع عام يعني رح يصير في هذا التغيير اللي بنحكى عنه، تغيير بالعدد المقاعد بيوصل لعشرين لثلاثين إذا كفت الأمور مثل ما هي لقوى التغيير أو المعارضة أو أخي يسميهم ضد المجموعة الحاكمة. كانوا موحدين بدك تحكي حد أن 40 مقعد وطلوع إذا كانوا موحدين أو أقلوا بلوايح، يعني بلوايح مقبول، يعني لايحتين لايحة أدنى 40 بيوصل لستين أو أكثر. إذا كانوا مش موحدين يعملوا حد أدنى 20 مقعد، 20 لـ40 بيصيروا يطلعوا حسب كيف تركب تحالفات. طيب بس حدا يقول هيك لعشرين لأربعين ببلشوا يجزئون، يعني تسمع بتصير تقول لشو بده يغيروا، يعني أنه اليوم عند وليد جنبلاط، عند الشيعة، عند المسيحية هويهن قديش بده يجيبوا مقاعد. هيدا جيبك شو بتقول هيك لأنه في حقيقة هيك، لأنه أنا جبت حاولت فصل لك قوة التغيير. أوكي. مختلفين بالأيديولوجيا إذا بدك، ناس خطاب سيدي وسلاح حزب الله، ناس بدهم مقاومة وبدهم تغيير، ناس بدهم يأمموا البنوكي ويعملوا اقتصاد اشتراكي، وناس بدهم يعملوا ليبرالي. الخلافات بالأيديولوجيا كبيرة، يمكن هي عم تكون عقبة من التوحيد. يرجع عندك شوية خلافات كمان شخصية بيناتهم عم بتأثر في، يعني مثلا تاخد مثلا واحد عم تقول له انه الكتائب صاروا بالثورة، هو بالمتن ضد بيت جميل وضد الكتائب صار له مدري كم سنة، بركي قومي او يساري كان، بقول لك صار مع الثوره بقول لك ما انا ودي كنت ضد القرني زعمائي عن جديد الثورة. يعني انا عم بحكي عم اقول لك شو، يعني في مشاكل عده، يعني فيش مرونه عند بعض القوى انه بلحظات التغيير بدك تعمل جبهه واسعه. يعني خذ الثوره الفرنسيه، عملوا ثوره قضوا على الكنيسه وعلى الملكيه ورجعوا دبحوا بعض بعدين. يعني صحيح هيك على امل نوصل للتغيير، يعني شو ما كان رح يكون احسن من الموجودين. انا هيدي قناعتي الشخصيه. شكرا لك استاذ كمال فغالي على هذه الحلقه. شكرا لكم مشاهدينا، غدا حلقه جديده من برنامج حلقه، الى اللقاء.